كنوزينا كنوزينا. مرحبا بكم معنا في كنوزينا. اليوم دورتنا اخترنا نعملوا حلال مجارية باللحم، واخترنا أكلة جهوية اللي هي المريقة إسفاقسية. اخترنا معها كعبات بريك سوابع باش نعملوهم في الفور. نبداو بالحلالم. الحلالم نعرفوا الناس الكل اللي هي حاجة جاري وحاجة عربي، فما التقاها عامل منها العولة وحاطة منها في الدار ومخزنة منها، وفما اللي الحلالم يشريها حاضرة. ناخذوا 300 غرام لحم علوش، مغرفة صغيرة هريسة، 50 غرام كلافس، مغرفة صغيرة فلفل أحمر، 50 غرام حمص، راس بصل، 3 مغرفة زيت، ملح، معجون طماطم غرفة، ونص مغرفة تابل. هذه بالنسبة للمقادير متاع الحلالم. الحمص متاعنا يبدأ منفخ في الماء، ننظفوا اللحم ونقصوه قطع تكون متساوية، نحطها في معون، زيدوها البصل والفلفل الأحمر والطماطم والهريسة والزيت والتابل والملح، نقليوهم مع بعضهم ونمرقوهم بيترا ونص ماء، ومن بعد نزيدوا الكلافس والحمص ونغطيو عليها ونخليوها على نار متوسطة لمدة ساعة. وقت اللي ينضج اللحم متاعنا والحمص نعدلوه بالماء اللازم، ومن بعد نزيدوه الحلالم مع التحريك من حين لاخر مده 4 ساعة. دونك الحلالم نزيدوها في الاخر. هذا بالنسبه للحلالم الجاريه. المريقه الصفاقسيه شنو تكون؟ المريقه الصفاقسيه عملوها بحوت سبارس. ناخذ كيلو حوت سبارس، ناخذ مغرفه معجون طماطم، 200 غرام بصل، فلفل زينه، 4 فصوص ثوم، مغرفه صغيره كمون، فنجان زيت، كعيبه قارص، فلفل اكحل وملح. ننظفوا الحوت كيما العاده، نقشروه ونفرغولو الحشاء نتاعو ونغسلوه بالكدا، ومن بعد نتبلوه بشويه فلفل اكحل بشويه كمون ملح ونخليوه على جنب. نفرموا البصل ونزيدو نفرموا معاه الثوم، نقليوهم في الزيت فوق النار، ونزيدوهم الطماطم والفلفل الاحمر والفلفل الاكحل والكمون والملح، ونمرق عليهم كيس ماء. وقت اللي تغلى المرقه نتاعنا وقتها نزيدوها كعبات الحوت سبارس ونخليهم على نار خفيفه مده نص ساعه، وبعد نقدموا المرقه نتاعنا سخونه مع ربيعات قارص. هذه المريقه الصفاقسيه ننصحكم باش انكم تجربوها، ماهيش حاجه صعيبه. الحشو نتاع البريك كيما تعودنا بيه، ناخذوا شويه معدنوس، ناخذوا شويه بصل، شويه طن، كعيب عظم، شويه كبار، هذوما الكل نخلطوهم مع بعضهم، وكعيبة العظم ولا كعيبتين باش نخلطوهم مع بعضهم خاطر باش نعملوا بريك سوابع. فما اللي يزيد برشا انواع نتاع جبونات، ونكثروا من الطن باش تجي كعيبه البريك نتاعنا بنينه، ومن بعد نلفوهم في كعيبات الملصوقه سوابعات تكون صغيره ومتساويين الاحجام نتاعهم، ونحطوهم في الفور. اول ما ينضجوا نخرجوهم وتاكلوا صحة وبشفاء. اماله الدبار نتاعنا بالنسبه اليوم قلنا كعيبات بريك سوابع في الفور، المريقه الصفاقسيه، والحلاله المجاريه باللحم. ان شاء الله دورتنا تكون عجبتكم، وانتم زيدا اذا كان عندكم دباير راهو تنجموا تخليهم لنا على الباج فيسبوك. مرحبا بكم وصفره دائمه للناس الكل. كنوزينا كنوزينا.